السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم طيبين، عساكم بخير وافضل صحه وسلامه. معكم مازن درويش، ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد. ففيديو اليوم ان شاء الله باذن الله راح يتكلم عن افضل المصادر لمذاكره اختبار القدرات. لا تنسى قبل ان نبدا بالمقطع تعملوا في حسابي في الانستغرام، اي استفسار اي سؤال اكتبوا لي تحت الانستغرام. بس خلينا نبدا بالمقطع. طبعا في البدايه خلينا نعرف اختبار القدرات. اختبار القدرات ينقسم الى قسمين، ورقي ومحوسب. كلنا نعرف هذا الشيء. اختبار القدرات المحوسب عدد الاسئله فيه 96 سؤال، زائد ان زمن الاختبار فيه 120 دقيقه، متوفر خلال طوال العام. لكن فتره اختبار القدرات الورقي يكون يكفي لمده تقريبا اسبوعين ثم يفتح مره اخرى. اختبار القدرات الثاني وهو اختبار القدرات الورقي يكون له فترات في السنه، ويكون له فترتين. عدد الاسئله في اختبار القدرات الورقي 120 سؤال، زائد الزمن اللازم للاختبار هو 120 دقيقه. فما هو افضل، المحوسب ولا الورقي؟ الافضل لك انت هو المحوسب، لانه المحوسب هو اللي راح يعطيك الدرجه الاعلى. طيب الان خلينا ندخل على افضل مصادر لمذاكره الاختبار القدرات. عندنا نوعين من مذاكره اختبار القدرات، نوع الدورات ونوع الكتب. بالنسبه لي انا لما ذاكرت في اختبار القدرات كنت اذاكر من كتب. فايش هي الكتب اللي ممكن اذاكر منها في اختبار القدرات، وايش هي الدورات اللي ممكن اذاكر منها في اختبار القدرات؟ هذا الفيديو راح اعطيكم افضل المصادر اللي ذاكرتها انا من تجربتي، ثم راح احكي لكم بعدين المصادر الاخرى لمذاكره اختبار القدرات. نبدا بالنوع الاول وهو نوع الكتب. انا ذاكرت من كتابين، هو كتاب المعاصر 6 بلس والمعاصر 120 نموذج. والمعاصر 6 بلس هذا بالنسبه للكمي، يجي معاه معاصر 120 نموذج، فهذا اللي انا كنت اذاكر منه دائما في الكمي. وبالنسبه لللفظي كنت اذاكر الصندوق الاسود، وقبل الصندوق الاسود كنت اذاكر من تجميعات اللفظي المحوسب في جوجل. طب راح احط لكم لينك لتجميعات المحوسب اللفظي ال 120 نموذج تحت، ومتوفر مجانا، فانا كنت جاي ايام زمان كنت اذاكر منه. طيب هذول افضل مصدرين اللي انا ذاكرت منهم، الصندوق الاسود اللي هو حق اللفظي وتجميعات المحوسب حق اللفظي، زائد المعاصر 6 بلس ومعاصر 120 نموذج الكمي. بالنسبه للنوع الثاني وهو نوع الدورات، فانا كنت اذاكر دوره ايهاب عبد العظيم وهي دوره اللفظي، وكنت ادخل مع منصف كمي. طبعا كلهم راح تحصلوهم اذا دخلتوا جروبات تليجرام او تسالون اي شخص، راح تحصلون دوراتهم متوفرين في اي منطقه. طبعا هذه المصادر من وجهه نظري انا اللي ذاكرت منها، وكانت من افضل المصادر عندي. راح اعطيكم الان المصادر الثانيه اللي ممكن تذاكر انت وتختار بينهم. عندك المصدر الوسام الشامل لللفظي وللكمي، يشكرون فيه الناس لكن من تجربتي ما جربته. عندكم المعاصر، حاليا صار فيه معاصر 7 اللي هو 140 نموذج. ايضا عندكم الصندوق الاسود، حاليا صار فيه تحديث جديد للصندوق الاسود 120 نموذج وسووا ستيب جديد. وعندكم تجمعات المحوسب اللي على جوجل، حدثوا منها اشياء لان كان في اخطاء في تجميع المحوسب، وصاروا يسوون ملف تجميع الاخطاء او تصحيح الاخطاء، فحاليا ضافوه كله في الملف تجميع المحوسب 120. يبقى الان خلصنا من المصادر لمذاكره اختبار القدرات، نيجي على شيء ثاني وهو كم لي مده اقدر استغرقها في مذاكره القدرات عشان ادخل اختبار. سؤال جاني من متابع في التعليقات، كان يقول سؤال جميل جدا، وتقريبا هو السؤال الوحيد اللي عجبني فيهم. كان يقول السؤال اذاكر قبل ما احجز لاختبار القدرات ولا احجز بعدين اذاكر لاختبار القدرات؟ طبعا في شيئين ممكن انك تسويهم، اذا انت ما كنت متاسس فهنا تبدا انك تذاكر بعدين تحجز. الوقت اللي راح تذاكر فيه هذا راح يكون وقت التاسيس ثم تحجز، والحجز راح يكون ما بينه شهر، فالشهر هذا راح تذاكر فيه ايش؟ النماذج اللي هي راح تجي في الاختبار وتدخل تختبر والمية ان شاء الله باذن الله. الشيء الثاني وهو احجز بعدين اذاكر، احجز بعدين تذاكر هذه اذا انت كنت متاسس وجاهز بشكل عام. تحجز بعدين تذاكر هذه اذا انت كنت اختبرت من قبل، وهذا راح يكون مراجع لك، فانت تحجز في هذا الوقت وتذاكر هذه الفتره اللي هي النماذج او المراجعه ثم تدخل تختبر. طيب في سؤال ايضا جاني من التعليقات، كم ساعه اقدر اذاكر اختبار القدرات في يوم؟ خلينا اول شيء نعرف ان كل واحد له مده يقدر يذاكر فيها، وكل واحد له طاقه يقدر يستوعب فيها. فلا تجي تقول ان هذا الشخص قدر يستوعب 5 ساعات مذاكره قارنه بشخص ما يقدر يذاكر ساعه كامله. فهنا ندخل في موضوع اسمه موضوع ايش؟ الجهد. لازم انك انت ايش؟ تجتهد. فالوقت التقريبي للقدرات هو اقل شيء ساعتين الى 3 ساعات في اليوم. ليش؟ لان النماذج تقريبا الكمي تكون فيها فهم، فالفهم لازم انك تحل وتستخدم عقلك في الحل، فهنا راح يطول شوي معك الكمي. يعني تقريبا ممكن تاخذ النموذج ربع ساعه نص ساعه، فالنموذج الواحد لما تقعد عليه نص ساعه انت كذا راح تخلص 3 نماذج في يومك في ساعه ونص، راح يكون شيء كويس. بالنسبه طب لللفظي لازم في يومك برضه تذاكر لفظي، او ممكن تقسم اليوم على انك راح تذاكر في يوم كمي راح يكون له ساعتين في يومك، واللفظي يوم ثاني اللي بعده راح يكون له ساعتين في يومك. لكن من تجربتي انا اذاكر اللفظي والكمي في اليوم نفسه اوازن ما بينهم، يعني مثلا ساعه ونص كمي ساعه ونص لفظي. الساعه ونص هذه اكون حاطط تارجت اني لازم اخلص 5 نماذج 6 نماذج 7 نماذج وعلى حسب قدراتي. بس والله هنا كنا مقطعنا اليوم، لا تنسون تضيفوني في حسابي في الانستغرام، اكتبوا لي تحت في الكومنتات اي سؤال تبغونه او الفيديو القادم اللي تبغونه، وان شاء الله باذن الله راح انزل لكم فيديو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، في امان الله.